دي بقى حبيبتي ست الكل. الناس الطيبة يا مامتي يا حلوة يا جميلة. أنا طارق ولاء، أنا بطل سباحة جمهورية، أنا طلعت مركز أول سباحة. طبعا السباحة واخدة بالنسبة له، السباحة طبعا مهمة جدا كشخص، يعني هو معتمد على نفسه تماما في أي حاجة، بينزل ويخرج ويروح ويجي، يعني معتمد على نفسه، لبسه أكله وشربه، أوضته بيقوم يوضبها، ممكن يقوم يعمل أكل كده بسيط، بيض وبسطرمة، ممكن يعني حاجات كده ممكن يعملها، يعمل الشاي، يعمل قهوة حلوة قوي. ما كانش في حد يعني يوصلنا إزاي نبتدي معاه، لأن ما كانوش زي ما قلت لك إن ما كانوش معروفين، يعني ما كانش دلوقتي في إعلام وفي حفلات، والحقيقة الدولة مهتمية جدا جدا بيهم. والحقيقة أنا بشكر الرئيس لاهتمامه بيهم وظهورهم، وبدأوا من الناس يعرفوا إن الأولاد دول فعلا قادرين وفعلا ممكن يكون يعملوا حاجة، يمكن أكتر من الأسوياء، يمكن هم فيهم طاعة للأوامر أكتر من الأسوياء، وربنا يكرمهم. والله أنا بحب التمثيل، ما بحب التمثيل جدا، وعمل سعرات الجيش عشان محمد أصاري نعملها إن شاء الله. مثلت مع صلاح السعداني وعادل إمام وهلال فاخر. الأولاد دي قادرين على إن هم يكونوا حاجة في المجتمع، وإن هم قادرين على إن هم يحققوا بطولات ويعملوا أعمال يدوية ويبقوا زي أي إنسان عادي عايش حياته. طبعا الصحافة والإعلام ليهم يد كبير جدا في إظهار الأولاد دهية. أولادنا مع الدكتورة سهير برضو ليها يد كبير مع الأولاد دهية، بتظهرهم كل سنة في الملتقى. يعني السنة دي كان 41 دولة حاضرين في الملتقى دي، طبعا عدد كبير جدا. اهتمامهم بيها، اهتمامها بيهم، اصرارها على ان الاولاد دي يظهروا والناس تشوفهم وتشوف قدراتهم وتشوف، يعني هم بيعملوا الحفلات مش ممكن، يعني تقولي ان دول ذوي احتياجات خاصة، رقصاتهم، اغانيهم، الفنانين حبهم، الفنانين الحقيقة يعني بيحبهم جدا. الفترة اللي فاتت كانت عندي يعني وعكة صحية، وكنت تعبانة وعاملة عمليات وبتاع، يعني ما احتجتش لحد انه يجي مثلا معايا او يعمل لي حاجة، هو تقريبا كان قايم بحاجتي كلها، اذا قمت يسندني تعبانة، اما يجي مثلا يتغدى او ياكل، ماما انت اتغديتي، ماما انت كلتي، مش كده يعني، لا طبعا. هم كمان هم حنينين، الاولاد الداون دول بالذات اولاد جمال جدا وحنينين ولطاف جدا، ما عندهمش ميول عدوانيه في اي حاجه الحقيقه يعني. وهو طارق يعني انا بعتبره يعني طارق يعتبر طبيعي، بس هو مشكلته الاكاديمي، لان ايام ما هو اتولد ما كانش فيه لا دمج ولا اكاديمي ولا تعليم ولا اي حاجه، كنا بالحرف ان هو يتعلم حاجه، يفهم حاجه، يبقى اجتماعي، ودي كانت مهمه جدا انه يندمج مع المجتمع، ما يخافش منه، الناس تحبه، وهو يحب الناس، فخوره بيه وفرحانه بيه.